احتضن قصر الثقافة مفدي زكريا فعاليات الأيام الثقافية المنظمة من طرف الاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين، والذي اختتمت فعالياته نهاية الأسبوع. نحيي فيكم هذه الإرادة القوية اللي نلمسوها كل يوم، وأنا شخصيا وفي كل لقاء إلا جمعيات أو ذوي الاحتياجات الخاصة يكونوا حاضرين بقوة. قوتهم فاش تكمن؟ تكمن في التدخلات نتاعهم. وجودنا اليوم بيناتكم، صراحة وجودنا اليوم هنا بيناتكم هو أكبر دليل أن كناس وكل ما نكون كممثلين على الحكومة نحبوكم، نحبوا أن نتعامل معاكم ونكون معاكم. وصلتم أحسن رسالة، هي رسالة التحدي، رسالة المثابرة، رسالة الإنجاز، رسالة العطاء. جدا سعيدين بمشاركتنا وكنا في هذا المهرجان ان شاء الله لدعم ذوي الاحتياجات الخاصه. الحمد لله على السعاده، رانا شرفنا ورينا كما نقولوا احنا لي كاباسيتي اللي عندنا ولي مويان اللي عندنا، باش ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله تكون ما خير. يبقى الجهد مبذول من طرف ذوي الهمه لاجل رسم صوره صلبه كالجبال بشعار لا تبقى اسير اعاقتك، اطلق العنان لموهبتك.